نظام الحث النبطي. يشتمل هذا النظام على تقنية جديدة ومحسنة لتقنية الحث النبطي، تحقق أداء مميزا في الكشف عن المعادن الثمينة وغير الثمينة في ظروف الأرض المختلفة وأنواع التربة والتضاريس. يستخدم نظام الحث النبطي في الجهاز ملف بحث قوي مزدوج PS50 لاكتشاف الأجسام المعدنية المدفونة، والتي توفر عمقا كبيرا للبحث وكفاءة لاكتشاف الأهداف التي يصعب العثور عليها. يمكن للمستخدمين تحديد نوع الهدف الذي يتم اكتشافه وفقا لنغمات الصوت ونتائج البحث المعروضة على شاشة الجهاز. تركيب الجهاز. أولا، قم بتجميع قرص البحث PS50. ثانيا، قم بإدخال الذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ملاحظة، قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثالثا، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتا من دبوس القفل. يساعد هذا الخيار في وضع الجهاز على الحامل بحيث يمكن للمستخدمين رؤية شاشة العرض قدر الإمكان. قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل قرص البحث بقاعدة الموصل. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة، مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. لبدء الاستخدام، حدد نظام الحث النبطي من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. ستظهر شاشة تتضمن العناصر التالية: الموازنة الأرضية. يوفر هذا الخيار ضبط الموازنة الأرضية وفقا للتضاريس في منطقة البحث، ويتم ذلك عن طريق الضغط على زر Start مرة واحدة مع الحفاظ على قرص البحث PS50 بالتوازي مع الأرض حتى تكتمل العملية. من المهم إجراء الموازنة الأرضية قبل البدء بالبحث. حد العتبة الصوتية. يمكن لهذا الخيار التحكم في عتبة الصوت للإشارة المستقبلة. يمكن للمستخدم ضبط القيمة بين 1 و 6. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم يمين ويسار، أي أنه كلما رفعنا القيمة يتم التخلص من الإشارات المزعجة القادمة من الأهداف الصغيرة. ربح الإشارة. يشير هذا الإعداد إلى الخيار الذي يتحكم في حجم الإشارة المرسلة، بمعنى آخر زيادة الفولتاج الصادر من قرص البحث. والضغط على زر Start بعد التغيير إلى القيمة الجديدة. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم يمين ويسار. يمكن ضبط القيمة ضمن نطاق من 1 إلى 6. الصوت. يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات نغمة الصوت، حيث يمكن الاختيار بين عدة مستويات من النغمات وطريقة عرض النغمة بشكل تصاعدي أو خافت إلى آخره. يمكن تغيير النغمة من خلال الضغط على زر OK. تعرض شاشة النتائج في نظام الحث النبطي بجانب الأزرار المقابلة للإعدادات السابقة رسماً بيانياً ملوناً ثنائي الأبعاد، يتغير وفقاً للهدف الذي يمر فوقه قرص البحث PS50. عند ثبات خطوط المؤشر في المنتصف ستظهر باللون الأخضر، وهذا يعني عدم وجود أي أهداف. عند صعود خطوط المؤشر إلى الأعلى يتغير اللون إلى الأحمر، وهذا يدل على وجود أهداف ثمينة. أما عند هبوط خطوط المؤشر إلى الأسفل ستظهر باللون الأزرق، وهذا يدل على وجود أهداف غير ثمينة.
مستوى صعود الخطوط أو هبوطها هو مقياس لقوة الإشارة المستقبلية من قرص البحث. ويعرض الجزء السفلي من الرسم البياني مؤشرين مطابقين لنوع الأهداف المكتشفة، الأول باللون الأصفر للأهداف الثمينة، والثاني باللون الرمادي للأهداف غير الثمينة والتي يتغير طولها حسب قوة الإشارات المستقبلة. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الإعداد تأكد من تجميع الجهاز بشكل كامل وصحيح. أمسك الجهاز بالطريقة التالية: قف على منطقة المسح، ابدأ بالمشي وحرك الجهاز في اتجاهات مختلفة مع وضع القرصي بشكل موازن للأرض. يتم عرض التغييرات على شاشة الجهاز إذا كان هناك أي هدف محتمل. يدل الجهاز المستخدم عن وجود هدف محتمل عن طريق إصدار نغمة صوتية.